طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب. يا مظلوم كربلاء عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكون متبسمون. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصان. فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا مع
كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى فالسيف ينثر والمثقف ينظم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم تحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار ما بتار لا جال مثل الزلازل من حدور تسمع رعيدة متبختر مكيف ملاقى الموت عيدة حتم القضب سيفة وعزرائيل بيدة ضيق فضاها والعزاكر شافته وال شعت جبينه وصار ما تذهب بالأبصار ومن صرخته ذاك الجميع مثل الرحادار فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار بس امتليت اغمد البتارك يا سردال لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء، نبارك للفقهاء والعلماء، نبارك لكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا في يمن وخير وعافية وسلام، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يفك أسراءنا، وأن يرد مغربينا، وأن يشافي جرحانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل. يجب على الصائم عدة أمور، هذا الذي وجب عليه الصيام، وجب عليه صيام شهر رمضان، يتحتم ويجب عليه عدة أمور. الواجب الأول النية، حيث أن الصيام عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، لذلك يفصل الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين. هناك واجب تعبدي وواجب توصلي. لأهمية هذا الأمر لا بأس أن نعطيه عناية أكثر وتوضيح أكثر. فهناك واجب تعبدي وأمور توصلية. ما الفرق بين التعبديات والتوصليات؟ يقولون أن الأمور العبادية يشترط فيها نية القربة، يؤخذ فيها نية القربة، بخلاف الأمور التوصلية لا يشترط فيها نية القربة. كيف؟ عندنا الآن مثل عبادة الصلاة، ما أكثر العبادات، أمور عبادية كثيرة، الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الحج، الزكاة، غير ذلك، هذه كلها أمور تعبدية. هل يكفي أن الإنسان يأتي بها من دون نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقولون لا، ما يكفي. لو حصل أو اغتسل، يعني أجلكم الله أنه أحدث هذا الإنسان وذهب إلى الماء وصب الماء على رأسه وصب الماء على جنبه الأيمن وجنبه الأيسر، صب الماء على بدنه، يعني سبح. هل هذه السباحة تجزي عن غسل
عن غسل الجنابة؟ ما تكفي. ليش؟ لأن الغسل عبادة، والعبادة يشترط فيها النية. يعني أنت لابد أن تقصد، يكون عندك قصد أنك تأتي بهذا العمل وبهذه الوظيفة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو أتيت بها كيفما اتفق، هذا غير صحيح. لا وضوء، لا غسل، لا صلاة، ما يكون صحيح. ما يكون صحيح إلا إذا قصدت به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك هذه العبادة كالصلاة مثلا يشترط فيها أن تأتي بها بشرط النية، بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أتيت بهذه النية إما خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعد العاصين نار جهنم والعياذ بالله، فهذا الإنسان يأتي بهذه الأمور خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. أو لا، أتيت بها أنت مشتاق إلى نعيم الله تبارك وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أو لا، لا قصدت الخوف من عذاب الله ولا الشوق إلى نعيم الله إلى الجنة، تقول لا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلقني فهو يستحق العبادة، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهذه يطلق عليها عبادة ماذا؟ عبادة الأحرار. القسم الأول عبادة العبيد، الثاني عبادة التجار، وهذا عبادة الأحرار. فهنا هذه العبادة لابد من النية. وما هو المراد من النية؟ هو القصد، العزم. أنت تقرر في ذاتك، تعزم على الشيء. ما الذي أتى بك إلى هذا المأتم؟ صارت عندك نية، صارت عندك ماذا؟ إرادة، صار عندك قصد. فالقصد هذا يطلق عليه النية. ما الذي دفعك إلى ذلك؟ هو أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا مجرد القصد ما يكفي، إلا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك يشترط أيضا في هذه النية أن تكون ماذا؟ خالصة لله تبارك وتعالى. لذلك هذه العبادة يشترط فيها هذا الأمر، وهو النية، بمعنى أن تقصد هذا الفعل، تقصد هذه العبادة، لكن بإخلاص من أجل الله. فصلي لربك، خلي تكون الصلاة لله تبارك وتعالى. هذه العبادة، هذا الوضوء يكون لله، الغسل لله. فهذه الأمور هي ماذا يطلق عليها؟ العبادات. وهذا الفرق بين هاي الأمور العبادية والأمور التوصلية. الأمور التوصلية لا يشترط فيها نية القربة، وإن كان ذلك كمال وداعي لاستحقاق الثواب. الآن مثلا زيارة الأقارب، صلة الأرحام، هذا واجب لو مو واجب؟ واجب بعد. تصل أرحامك، عندك والد، عندك والدة، عندك أعمام، عندك خيلان، يجب عليك أن تصلهم. زين، هنا تارة أنت يمكن يلومونك إذا ما تمر عليهم وكذا، فبهذه النية تصلهم، هذا ما في مشكلة، أنت أديت هذا الواجب، أديت هذا الأمر.
وتارة لا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. وتارة لا تقصد إضافة إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا المتعلق، أمر بقضية صلة الأرحام، فلأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام فأنت تصل أرحامك. فإذا الأمور التوصلية المراد أن تحقق هذا المتعلق، أن تحقق هذا المأمور به، سواء مثلا صلة أرحام أو رد السلام، حتى رد السلام مثلا أو دفن الميت. دفن الميت واجب، لكن هل يشترط أنك تقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الواجب، بهذا الأمر؟ لا، لا يشترط، لأنهم الأمور التوصلية أهم شيء أنك تدفن الميت، هذا المأمور. طبعا إذا قصدت وجه الله سبحانه وتعالى متقربا إلى الله فنور على نور، فأنت إضافة إلى أنك أتيت بالواجب تستحق الثواب أيضا، لأنك نويت القرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل. فإذا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. فالأمور العبادية يشترط فيها نية القرب خالصة لله تبارك وتعالى، بينما الأمور التوصلية لا يشترط فيها ذلك، وإن كان كمال الثواب واستحقاق الثواب بنية القربة أنك تنوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. على العموم يشترط نية القربة في الصيام، لأن الصيام عبادة، فتنوي أنك تجتنب عن جميع المفطرات متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بذلك. أما لو لا، الطبيب قال لك على أساس إحنا نأخذ عليك فحص لابد أن تجينا وش صائم، صوم من الصبح إلى الليل، وإنت من أجل هذا الهدف صمت. صمت ليش؟ على أساس تحليل مثلا وأخذ نتيجة ومعرفة كذا، مو لأجل ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هاي نية غير صحيحة، ما تغني، ما تكفيها. لابد أن يكون عندك القصد لله تبارك وتعالى، لأن الله أمرك بصيام شهر رمضان فأنت تصوم شهر رمضان متقربا بهذا الصيام لله تبارك وتعالى، من الفجر إلى الغروب، فأنت تجتنب هذه المفطرات. هل يشترط التلفظ بالنية؟ لابد تقول اللهم إني أصوم هذا اليوم من شهر رمضان لوجوبه قربة إلى الله تعالى، أو إذا تريد تتوضأ أتوضأ لرفع الحدث لاستباحة الصلاة قربة إلى الله تعالى أو لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وكذلك بالنسبة إلى الغسل أو الصلاة. هل يشترط التلفظ؟ طبعا لا، لا يشترط التلفظ، ما يشترط التلفظ بالنية. النية أمر ماذا؟ قلبي. وش اللي يدفعك؟ تارة صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام عند غراب، فهذا الدافع اللي يدفعك هذا هو النية، هذا الداعي. فأنت وش اللي يدعوك لهذه العبادة؟ أمر الله سبحانه وتعالى. إذن أنت أتيت بهذه النية صحيحة. أما إذا كان الدافع للصيام أمر آخر، الدافع للصلاة أمر آخر غير الوجه القربي، فهذه نية فاسدة، وبالتالي الصلاة والعبادة فاسدة أيضا بالتبع، أيضا تكون فاسدة. فإذا لا يشترط التلفظ بالنية، لأن النية أمر نفساني، أمر قلبي. زين، هل تكفي نية واحدة أم أنه لابد كل ليلة
عند السحور تنوي كل ليلة لابد أن تنوي قبل لا تنام تنوي اللهم أني أصوم غدا من شهر رمضان لوجوبه قربة إلى الله تعالى. يجب عليك اليوم أنك تنوي؟ لا مو واجب عليك نية واحد حق الشهر كله ماذا؟ تكفي. أنت من بداية شهر رمضان عندك العزم وعندك القرار بأنك تصوم الشهر كل خلاص هذا الارتكاز الإجمالي وهالنية هذه خلاص تكفي للشهر كامل ما يحتاج كل ليلة لأن أساسا هذا الشيء موجود. لو واحد قال لك تعال افطر قل لي لا أنا صائم فالنية موجودة ولا يحتاج أنك تجدد هذه النية كل ليلة وكذا لا نية واحدة تكفي للشهر كله. زين متى وقت النية؟ يقسم الفقهاء الصوم إلى ثلاثة أقسام أيضا. عندنا الصوم الواجب المعين والصوم الواجب غير المعين والصوم المستحب. قال ناخذ واحد واحد. أولا الصوم الواجب المعين كصيام شهر رمضان واجب ومعين أنك في شهر رمضان تصوم كل يوم من شهر رمضان يجب عليك أن تصومه فهذا واجب ومعين عليك في هذا الوقت. فمتى وقت نية الصيام؟ إلى متى تستطيع أن تقرر بأنك تصوم؟ يقولون يمتد وقت نية الصيام الواجب المعين إلى الفجر. إذا طلع عليك الفجر وأنت متردد ما أدري أنا أصوم هذا اليوم من شهر رمضان لو ما أصوم متردد ما عندك ماذا نية جزم أو ما صارت عندك نية صيام هذا شهر رمضان ما صارت عندك واحد مثلا منحرف وكذا ما صارت عندك نية ماذا أنه يصوم شهر رمضان يصوم هذا اليوم وبعدين في أثناء النهار الله هداه وقال له متى بعد إحنا نبقى في هذا الطريق في هذا السلك المنحرف فقال يلا خلنا نصوم. طبعا هني لابد بيصير عليه قضاء هذا اليوم لأن النية لابد أن تكون قبل ماذا قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فات وقت النية. هذا بالنسبة إلى الصيام الواجب المعين. عندنا بالنسبة إلى الصيام الواجب لكن غير المعين مثل ماذا؟ قضاء شهر رمضان. واحد عليه قضاء شهر رمضان عليه أيام ثلاثة أربعة خمسة أيام سبعة أيام هذا واجب لكن غير معين. فإلى متى يمتد وقت نية هذا الواجب غير المعين؟ يقولون يمتد إلى الزوال. الزوال يعني وقت صلاة بداية وقت صلاة الظهر. فإذا واحد عليه صيام قضاء وأصبح الصباح الساعة 10 11 مثلا ما أكل شيء لم يتناول مفطرة وقبل أذان الظهر قرر قال أنا علي يوم أو علي كذا علي صيام واجب علي قضاء فيصير أنوي الآن الساعة 11 لأن بعد ما أذن الظهر يصير أنوي أن أصوم هذا اليوم قضاء عما فاتني من شهر رمضان السابق مثلا. إيه يصير ليش؟ لأن وقت نية الواجب غير المعين قلنا تمتد إلى الزوال. فبالتالي إذا لم يتناول المفطر يجوز له ماذا؟ أن ينوي ويصوم. أما إذا
لا صار الزوال. قال صار العصر مثلا، قال أنا لا أكلت ولا شربت ولا تناولت مفطر، الآن الساعة 4 مثلا، خلني أنا بنوي أن هذا اليوم قضاء عما فاتني من شهر رمضان. يصير هذا؟ ما يصير. ليش؟ أن فات وقت النية وهو الزوال، صار بعد الزوال. بعد الزوال ما يصير تنوي أن هذا قضاء وتصوم، لا، قبل الزوال إذا لم تتناول المفطر تستطيع أن تنوي، أما بعد الزوال ما تستطيع ماذا؟ أن تنوي صيامه قضاء مثلا. وبالمناسبة هنا هذا سؤال متكرر خاصة بالنسبة عند النساء، تقول أني علي 3-4 أيام الآن بعد ما أقدر ماذا أقضيها الآن، ماذا يجب علي؟ أقول لها باعتبار أنت أخرتين القضاء، المفترض أنه قبل ماذا؟ قبل شهر رمضان تصومين هذه الأيام التي وجبت عليك، ولكنها سوفت مثلا وكذا فلم تصمها. قل لها ما في مشكلة، تصومينها عقب وإيش؟ عقب شهر رمضان صومينها، ما تسقط. لكن أكو هناك ماذا؟ عن كل يوم مد من الطعام، ما أدري أكو هناك أفضلية مدان أو كذا. على العموم أنا أقدر أن اليوم الواحد ماذا؟ دينار واحد فيكفي عن اليوم الواحد تأخير، يسمونه كفارة تأخير، عن اليوم الواحد ماذا؟ مد من الطعام. وطبعا ما يكفي أنه تأخذ الدينار تقول مثلا أني علي 5 أيام، يعني أطلع 5 دنانير. الشيخ قال ماذا؟ عن كل يوم دينار، خلاص أني أطلع 5 دنانير وأعطيها إلى الفقير، الفقير مثلا يروح يشتري بها مثلا سجاير أو شيء كذا. لا طبعا هذا مو صحيح، لابد أن ماذا؟ تشتري الطعام نفسه، تأخذ العيش مثلا أو الطحين وكذا وتودي إلى الفقير، سواء بنفسها أو توكل أحد، يا فلان هذه 5 دنانير كذا اشتر طعام وودى إلى الفقير. كلش الفقير نفسه، الفقير نفسه، ها أنا بعطيك 5 دنانير لكن أوكلك أن تشتري، أن تشتري بها ماذا؟ طعاما، رز مثلا أو دقيق وما شابه ذلك. فقضية التوكيل لا توجد مشكلة. فعلى العموم أن نية الواجب غير المعين تمتد إلى الزوال. عندنا أيضا الصيام المستحب، متى إلى متى تمتد نية الصيام المستحب؟ بمقدار أنك ماذا تنوي وصير الغروب، ما في مشكلة، الله رحيم كريم. واحد مثلا يقول أنا من الصبح إلى قريب المغرب لا أكلت لا شربت، وهذه أيام يستحب صيامها، يصير أصوم الآن، يصير أنوي وأصوم لو ما يصير؟ يصير لو ما يصير؟ طبعا نقولها يلتفت إذا واحد عليه صيام قضاء لا يصح منه صيام ماذا؟ الصيام المستحب. إذا واحد عليه صيام غير الصلاة، لو واحد عليه صلاة وصلى صلاة مستحبة ما في مشكلة، المشكلة وينه؟ في الصيام. عليه صيام واجب ويروح وإيش يصوم الصيام المستحب، يقول لا غير صحيح، أول تقضي اللي عليه. فإذا أنت ما عليك صيام واجب ما في مشكلة، تصوم الصيام المستحب. وهذا الصيام المستحب قلنا نيته تمتد إلى إلى الغروب تقريبا، بحيث أنك تنوي، أو مثل ما يذكر بعض الفقهاء حتى يقترن النية وصير الغروب، خلاص بعد هذا كافي. فإذا يمتد وقتها إلى الغروب تقريبا، بس أهم شيء أنه لم يتناول المفطر، هذا وقت نية الصيام المستحب. عندنا أيضا يوم الشك،
يوم الشاك تارة يثبت هلال شهر رمضان. إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصيام بعد ما في كلام. وطبعا الآن بالنسبة إلى وجوب الثبوت إلى ثبوت الهلال مثلا سواء بالرؤية أو مثلا بشهادة العدول أو بالتواتر أو ما شابه ذلك بالطرق المذكورة. الآن خلينا نفرض أنه ثبت الهلال بأي طريق كان بالطرق المعتبرة عند الفقهاء، فإذا ثبت الهلال وجب ماذا؟ وجب الصيام. إذا ثبت الهلال وجب الصيام سواء كان في شهر رمضان أو حتى في ليلة بالنسبة إلى شوال. إذا ثبت هلال شوال وجب أيضا ماذا؟ الإفطار، يعني صار العيد. هذا ما عندنا كلام فيه. الكلام في حالة الشك، ما أدري أنا هذا اليوم هو 30 من شهر شعبان أو أنه أول يوم من شهر رمضان، هذا يسمونه يوم إيش؟ الشك. يوم الشك طبعا لا يجب صيامه. يوم الشك لا يجب صيامه. أنت تريد تصوم إذا كان عليك قضاء أو ما عليك قضاء تريد تصوم بنية الاستحباب ما في مشكلة. تريد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيامه، ما تريد تصوم بعد ما في مشكلة. زين تقول أنا ما صمت لكن تبين أن هذا ويش من شهر رمضان، يقول عليك قضاء تقضي. إذا تبين أنه من شهر رمضان وأنت ما صمت تقضي. زين لكن إذا صمت بنية القضاء أو نية الاستحباب أو عليك نذر أو ما شابه ذلك وبعدين تبين أنه من شهر رمضان، يكفي لو ما يكفي؟ يصير عليك قضاء؟ لا، يقولون بعد هذا أجزأ عنه، يعني أجزأ عن شهر رمضان، وقع الصيام صيام شهر رمضان، يصير هذا اليوم من شهر رمضان. فإذا صمته استحبابا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان. زين وبالنسبة إلى القضاء اللي عليه والنذر اللي عليه بعد هذا وقع شهر رمضان، ما سقط عنك ويش القضاء؟ القضاء بالصومة متى؟ عقب شهر رمضان، إضافة لكفارة التأخير، عليك تأخير كذا تسلم الكفارة مثل ما ذكرنا وبينا. زين وهذا صيامك هذا يعتبرونه صيام شهر رمضان. زين قال واحد لا أنا يوم الشاك أصومه جزما حتما أنه من شهر رمضان. يقول لي من هو اللي قال لك شهر رمضان هذا يوم الشاك؟ أنا لك ذلك. قال هذا من عندي أنا، أنا أصوم على أنه من شهر رمضان. يقول لي هذا صيامك وإيش؟ صيامك باطل ما فيه فايدة. إذا تصوم على أنه جزما حتما من شهر رمضان هذا يوم الشاك، لا ما يصير تصوم على أنه من شهر رمضان. تقدر تصوم قضاء، تقدر تصوم نذرا إذا كان عليك، تقدر تصوم استحبابا، فيكفي ذلك. فإذا هذا هو الواجب الأول وهو النية. الواجب الآخر البقاء على الطهارة عن الجناب، يعني اللي يطلع عليك الفجر وأنت ماذا؟ مجنب. الطهارة عن الجناب، إذا واحد أجنب ليلا يتحتم عليه ماذا؟ الغسل، لابد عليه من أن يغتسل. قال أنا ما بغتسل خلي يطلع الفجر. يقول لي عليك ويش؟ عليك القضاء وعليك ويش؟ الكفارة، لأنه لابد أن تغتسل، تكون على طهارة قبل أن تغتسل عن الجنابة قبل أن يطلع عليك الفجر. فإذا طلع عليك الفجر متعمدان
متعمدا فيكون عليك ماذا؟ القضاء، تقضي هذا اليوم وعليك الكفارة أيضا. زين، بالنسبة إلى واحد نسى أن يغتسل، عقب أسبوع مثلا ذكر قال أوه ليلة الجمعة الفائتة كنت أنا على غسل بس ما اغتسلت ونسيت هذا الغسل، فيقولون ليه؟ شوف كم ليلة ما اغتسلت، نسيت الغسل، عليك وإيش؟ عليك قضاء هذه الأيام التي صمتها من غير طهارة، يعني صمتها على جنابة، عليك القضاء تقضيها. واحد أجنب متعود على أنه يستيقظ في أثناء الليل قبل الفجر، قال أنا بنام الآن بعد عندنا 3-4 ساعات فيمديني أن أنا، وأخذ إليه المنبه مثلا وكذا وخلاه، فبعد ذلك حط راسه إلا سمع الله أكبر المؤذن، وإيش أذن الفجر، فهذا وإيش عليه؟ يقولون هذا صيامه وإيش صحيح، ما عليه شيء. أما إذا استيقظ وقال بعد في مجال يلا خلنا نواصل، وبعدين ما قام إلا قالت الله أكبر، فهذا بيصير عليه وإيش القضاء، يقضي هذا اليوم. وألحقوا أيضا النوم الثانية، وبعضهم حتى الثالثة كذا ألحقها أيضا، وبعضهم احتاط بالكفارة، وهناك تفصيل. وطبعا الاحتياط أنه يكفر، كثير منهم احتاط احتياطا استحبابيا أن يضم الكفارة أيضا. بالنسبة إلى الاحتلام، إذا احتلم نهارا واحد صايم ونام في النهار مثلا أو لا حتى في الليل، احتلم ليلا ولم يستيقظ إلا متى؟ إلا في أثناء النهار بعد طلوع الفجر، هذا يأثر عليه؟ بالنسبة لشهر رمضان ما يأثر عليه، لكن بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان عند بعض الفقهاء هذا أصبح جنبا، الإصباح جنبا في قضاء شهر رمضان، بعض الفقهاء يقول هذا غير صحيح. نعم، من ضمن الأمور أيضا الواجب على هذا الصائم اجتناب ماذا؟ المفطرات. خلنا ناخذ الافطارات اجمالا، عندنا من المفطرات اولا هو ماذا؟ الاكل والشرب. بعض التفاصيل هذه ان شاء الله نتطرق اليها وقت اخر لان داهم الوقت. فعندنا الاكل والشرب ايضا من ضمن المفطرات، الجماع والاستمناء ايضا من ضمن المفطرات، التقيؤ، الارتماس، نعم، الكذب على الله وعلى رسوله. طبعا على تفصيل آراء الفقهاء سوف نتطرق الى شيء منها ان شاء الله. فهذه من ضمن المفطرات. عندنا ايضا الاحتقان، هذا من المفطرات. فمجموعة مفطرات لابد من هذا المكلف، هذا الصائم، أن يجتنبها، يعني يكون حتى لو ما يعلم بها تفصيلا يكون في قرارة نفسه كل مفطر أنا أجتنب عنه، فيجتنب عن جميع هذه مفطرات ويجدر بالمؤمن الموالي عند إفطاره وإحساسه بالعطش أن يتذكر عطش أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعطش أصحابه، وعطش أطفال الإمام الحسين عليه السلام، وعطش النساء، فقد أخذ منهم العطش مأخذا، لأن القوم منعوا عنهم الماء. ذلك
أبو الفضل العباس عليه السلام حينما وصل إلى المشرى وقد كضه العطش أخذ منه العطش مأخذا، إلا أنه تذكر عطش أخيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هو اقترف غرفة من الماء، أحس ببرد الماء، أدناها من فمه، أراد أن يشرب، إلا أنه لما تذكر عطش أخيه الإمام الحسين عليه السلام وعطش أطفاله رمى الماء من يده مخاطبا نفسه: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد منوني، وتجربين باردة معيني، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، خاض الماء بس هيا سيب برد غرف غرفة ليراوي عطش جبد، تذكر لأن أخوه حسين بعد ذاب الماي من كفه وتحس، شلون أشرب وأخوي حسين عطشه وساكنة والحرام وأطفال رضعة وضعن قلب العلي التهاب نيرة وضعن موتي قرب والعمر قصة، هذا الماء يجري بطون حي وضوقه قبل خويا حسين هيها، وضعن طفلة يا خويا من العطش ما وضعين موتي قراب والعمر قص، إلى أن فدى أخاه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بيمينه ويساره وعينه وهامته وبكل ما يملك. عليك مني السلام. أتى إليه أخوه الإمام الحسين عليه السلام وجده على تلك الحالة القرب إلى جانب، اللواء إلى جانب، كفه اليمنى إلى جانب، يده اليسرى إلى جانب، وجده على تلك الحالة مرضوض الجبين، السهم نابت في العين كأني به، وضع يده على خاصرته، الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي، الآن فلت شوكتي،
قال لي اخويا ابو الفضيل في وين الجفوف، قال لي اخويا تقطع عين ما بين الصفوف، دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف، نشف دمومي يا بقية الهاشم، قال لي يا اخويا اغسل بدمعي دمومي، تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا اخويا بهالارض في يوم يوم وضيع من بعدي وبعدك هالفواطير، عزم يشيل اهل المخيم قال ما اروح، خلني على الشياطين عالج نزعة الروح، انا ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنه على الخد ساجد، يقول لي يا اخويا اخويا خليني بمكاني، اخويا اخويا خليني بمكاني، اخويا خليني بمكاني، يا بطل تورث من ابي شجاعة فيها انوف بني الضلال التي ترغم، يا الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا ايد وانصر علمانا العاملين وارحم الماضين، اللهم عير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم، اللهم فرج عن أسرائنا، اللهم شافي وعافي جرحانا ومرضانا، اللهم رد مغربينا، اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وجماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف، اللهم أطل في أعمارهم وبارك في أرزاقهم، ونهدي لأمواتنا وأمواتكم أموات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.